السلام عليكم عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذة، مرحبا بك في قناة الأستاذ محمد، أستاذ مادة اللغة العربية. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا درس ديال إحياء النموذج. هو واحد درس خاص بالسنة الثانية بكالوريا آداب وعلوم إنسانية. باش تفهم هذا الدرس عزيزي التلميذ، ما عليك إلا تبع معايا من الأول ديال الفيديو حتى الأخير، وما تنساش دير متابعة وتفعل جرس الاشتراك باش يوصلك كل جديد في قناة ديالي. اذا عزيزي التلميذ، هيا بنا باش نشرحوا الدرس ديال احياء النموذج. فاش كندوي على احياء النموذج، احياء النموذج عندي مفهومين او لفظتين، الاحياء والنموذج. يعني انطلاقا من العنوان عزيزي التلميذ غادي نفهم لماذا، لان هذه المدرسة هذه جاءت من اجل احياء نموذج ما. يعني لحد الساعة مازال ما فهمناش شنو غادي يحيوا لينا هاد الناس، شنو هو هاد النموذج. مزيان، وبصوت ان احنا في دراسه ماده اللغه العربيه غادي نعرفوا باننا غادي نديروا على تجربه شعريه حديثه ظهرت في الشعر العربي تدعى باحياء النموذج. يعني هاد الناس هادو بغاو يحيوا لنا واحد نموذج شعري. اي نموذج؟ لحد الساعه انا ما عارفش شنو هو هاد النموذج. هذا تبع معايا باش نعرفوا شنو هو هاد النموذج. عزيزي التلميذ، باش تفهم إحياء النموذج ولا بد أن خصك تعرف على المراحل التي مرت منها الحضارة العربية أو الشعر العربي بصفة عامة. يعني أول حاجة غادي ندوي عليها مراحل الحضارة العربية. مراحل الحضارة العربية كما كتعرف عزيزي التلميذ أن الحضارة العربية مرت من ثلاث مراحل. يعني هذه الحضارة العربية مرت لنا من ثلاثة ديال المراحل. المرحلة الأولى كتسمى مرحلة الازدهار. مرحلة الازدهار. ثم كاينة مرحلة أخرى كتسمى مرحلة الضعف. ثم كاينة مرحلة الإحياء. هي اللي غادي ندوي عليها باش نفهموا درس ديال احياء النموذج. ولا بد نعرف الشعر في هذه المراحل، هذا شنو كان في هذه المرحله، كيفاش كان الشعر في هذه المراحل. مزيان، فاش كندوي على الحضاره العربيه، يعني ان الحضاره العربيه، لان قلنا الاحياء هي اعاده احياء شيء كان ميتا، لكن قبل ان يكون ان تكون حياه ولا بد ان تكون عندي موت، وبعد يعني قبل ان تكون موت كانت هناك حياه. فالحضاره العربيه هي الاخرى عاشت على هذه السنه، حياه ثم موت ثم احياء، اللي غادي هو يعني بس حديثنا اليوم. فاش كنقول مرحله الازدهار بمعنى ماذا؟ سول عزيزي التلميذ راسك، ما معنى مرحله الازدهار؟ هي هذيك، غادي نجاوب لك على مرحله الازدهار. مرحله الازدهار كانت الحضارة العربية مزدهرة في أوج العطاء، يعني كانت حية، كانت غنية في أي مجال، سواء كان ثقافي، سواء كان سياسي، سواء كان اجتماعي، اقتصادي، إلى غير ذلك. كانت الحضارة العربية في هذه الفترة مزدهرة، وكانت هذه المرحلة هي التي كانت تمثل الحياة. يعني كانت الحضارة العربية حية ومزدهرة في مختلف المجالات. عزيزي التلميذ، غادي يبان في الذهن ديالك بواحد السؤال، اش من عصر واش من فترة كانت الحضارة العربية مزدهرة أو كانت تعيش فترة الحياة؟ الحضارة العربية كانت تعيش فترة الحياة في أربع عصور، في العصر الجاهلي، ثم العصر الإسلامي، ثم العصر الأموي، ثم العصر العباسي. الحضارة العربية كانت مزدهرة في العصر الجاهلي، بمعنى إن صح التعبير أن نقول عنه قبل الإسلام وبعد الإسلام والأمويين والعباسيين هم العراق حاليا. فهذه العصور، هذه الأربع، كانت الحضارة العربية مزدهرة، كانت حية،
كانت غنية في مختلف الميادين ومختلف يعني التخصصات، خاصة الميدان الثقافي أو الميدان الشعري. كان العرب يعني سادة. إذا كتفرجوا في الأفلام الكلاسيكية كتلقى دائما العرب في الأفلام ديالو كيقول لك نحن أشرف الأقوام، نحن سادة الأقوام، يعني دائما يفتخرون بهذه العبارة، يعني كانوا مزدهرين، كانوا هنا في هذه المرحلة كانوا قدوة للغربيين. لكن سينتهي مرحلة الازدهار وستتدهور وستصاب عفوا الحضارة العربية، يعني غتصاب الحضارة العربية بمرض وغادي تظهر وغادي تضعف. بعد ماذا؟ بعد سقوط الإمبراطورية العباسية سنة 656 هجرية. يعني قلنا الإخوان أن الحضارة العربية عرفت سقوط يعني أو انتهت مرحلة الازدهار بعد سقوط الإمبراطورية العباسية سنة 665 هجرية على يد المغول. يعني الحضارة العربية انتهت فترة الازدهار وانتهت فترة الحياة، فدخلت في مرحلة جديدة تسمى بمرحلة الضعف. يعني مرحلة الضعف، حيث يعني كانت الحضارة العربية في القمة وكانت سيدة الأقوام، سرعان ما اندثرت وتدهورت وأصاب مرض، فعاشت انحطاطا وركودا وجمودا في أي عصر. يعني قلنا كانت تمثل الموت، يعني رمزنا لهذه المرحلة، مرحلة الضعف بفترة الموت. أي عصر؟ متى كانت الحضارة العربية تعيش موتا وضعفا وركودا وجمودا؟ كانت تعيش الحضارة العربية هذا الركود في عصر أطلق عليه بعصر الانحطاط، حيث أصبحت الحضارة العربية منحطة وجامدة، يعني أصبحت تكبلت لها الأيادي والأرجل، فأصبحت تكتفي فقط بالنظر ترى الأوروبيين أو الغربيين يتطورون، فهي لم تستطيع أن تفعل أي شيء، فأصبحت جامدة يعني راكدة وضعيفة ليس بمقدورها أي شيء. متى بدأ عصر الانحطاط؟ يعني إمتى كانت الحضارة العربية تعيش ركودا وتعيش جمودا؟ منذ سقوط الإمبراطورية العباسية إلى القرن الثالث عشر هجري الموافق لي 18 ميلادي. يعني بمعنى أزيد من 600 سنة من الضعف، بمعنى أن الحضارة العربية 6 قرون. يعني تخيل معي عزيزي القارئ وأنت تسأل دائما لماذا الغرب تقدموا وتأخرنا نحن، عاشت الحضارة العربية 600 سنة من الضعف ومن الركود ومن الجمود ومن الفساد ومن أشياء يعني عديدة، يعني سقطت بالأمة العربية وسقطت تاريخها وسقطت تلك الحضارة التي كان العرب يعني معروفون بها أمام الأقوام وأمام الحضارات الأخرى. لكن عزيزي التلميذ، العرب طبقوا المقولة الشهيرة بعد كل سقوط نهوض. العرب لم يكتفوا بالسقوط واستسلموا للواقع واستسلموا لما وقع للأمة العربية، لا عزيزي التلميذ، ولكن الحضارة العربية بغات نهض من جديد. جاء شعراء وجاءوا مفكرين وأدباء يسعون إلى ماذا؟ كيسعوا إلى بعث الحضارة العربية من جديد، يعني بغاوا يردوا الحضارة العربية إلى تلك الفترة التي كان العرب معروفون بالازدهار وبالحياة. باش نفهموا إحياء النموذج، ولا بد خصني نتعرف على هذه المراحل اللي دازت من الحضارة العربية. قلنا مرحلة الإحياء هي التي تسمى يعني عطنا لها البعث. انت كان البعث عصر النهضة، يعني
فاش كانت الحضاره العربيه بغات تبعد من جديد، يعني بغا يرجع ليها الروح او الحياه من جديد، يعني حتى هي تريد تسعى بغات تحي دير ما يسمى بالنهضه، يعني تنهض من جديد وترجع، يعني تحاول ترجع تلك القوه اللي كانت معروفه بها الحضاره العربيه، سمي بعصر النهضه. هذا عصر النهضة يبتدئ في الحضارة العربية، يبدأ منذ أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ميلادي، والحضارة العربية تسعى إلى البعد وتسعى إلى النهوض والعودة إلى تلك المكانة التي كانوا عليها قديما. اذا ملي تعرفنا على مراحل الحضاره العربيه وعرفنا يعني ما معنى الاحياء، عرفنا بان الاحياء هو بعد احياء اعاده الروح لنموذج شعري ما، لكن غادي نشوفوا غادي تعرفوا شنو هو النموذج الشعري. يعني ملي شرحنا في الشق الاول مراحل مرور الحضاره العربيه تعرفنا على لفظه الاحياء، دابا غادي نتعرفوا على لفظه النموذج. يعني غادي نشوفوا الشعر العربي باش كيتميز في مرحلة الازدهار وفي مرحلة الضعف. يعني شنو هما المميزات ديال الشعر ديال هاد المرحلة هادي؟ يعني فاش كنقول لكم مرحلة الازدهار خاصكم اوتوماتيك تذكر العصور الاربع، العصر الجاهلي الاسلامي الاموي والعباسي. فاش كنقول عصر الضعف يعني غادي تذكر عصر الانحطاط. يعني غادي نشوفوا الشعر العربي باش كيتميز في هاد المرحلة هادي، وغادي نشوفوا الشعر العربي باش كيتميز في هاد المرحلة، لان في كلتا المرحلتين هناك شعر. اذا في مرحله الازدهار اول حاجه كان الشاعر يلقب بلسان قبيله. كان الشاعر في العصر الجاهلي والاموي والعباسي كان يعني شي حاجه مقدسه في الادب العربي. يعني فاش كيهضر شي شاعر لدرجه انه الا بان شي شاعر يعني القبيله كتنوض وكدير واحد حفل احتفالا بهذا الشاعر. الشاعر انذاك كان شي حاجه مقدسه وكانت عنده واحد المهمه، كان لسان القبيله. يعني هما حنا دابا باش نشرح لكم باش تفهموها مزيان شنو نقصد بلسان القبيله، هو الناطق الرسمي ديال القبيله. مثلا انا ابن مدينه اكادير كنتخب واحد برلماني باش يدوي نيابة عني في البرلمان، يعني هو الناطق الرسمي ديالي، يعني الناطق الرسمي باسم الحكومة بحسب، يعني الناطق الرسمي كان يتكلم بلسان القبيلة. ثم كان الشاعر يدافع عن قبيلته ويعرف بأمجادها وإنجازاتها، يعني بالأمجاد ديالها والإنجازات ديالها. يعني كانت عنده واحد مهمة أخرى، كان يدافع عن القبيلة. كيفاش؟ كيحاول أنه يبين القبيلة ديالو من أحسن القبائل أمام القبائل الأخرى. يعني أنا شاعر أنتمي إلى قبيلة فلان، وشاعر آخر ينتمي إلى قبيلة فرتلان، وشاعر ينتمي إلى قبيلة فلان وفلان وفلان وفلان. نجتمع ونحاول وكنحاول أننا ندافع على القبيلة ديالنا، كنوض أنا كنقول بلي أنا القبيلة ديالي من أحسن القبائل حيت عندنا فلان وعندنا فارس كذا وعندنا، يعني كنعرف بالأمجاد بالشجعان ديال القبيلة وبالبطولات ديال القبيلة ديالي. كاينوض شاعر آخر كيرد عليا وكيحاول أنه يدافع على هاد يعني القبيلة ديالو. كان الشعر يعني مميزات ديال الشعر. أرا دابا نشوفو الشعر باش كان كيتميز. كان الشعر في هذه الفترة يتميز بقوة وصلابة اللغة. يعني كان ماذا؟ كان الشعر يتميز بالقوة والجزالة. كان الشعر على مستوى اللغة كانت لغة صعبة بالنسبة له، يعني كانوا يستخدمون، يعني كانوا أناس فصيحين، يعني فاش كان يعلموا المتنبي امرؤ القيس عمرو بن كلثوم،
يعني عمار بن شداد كانوا اناس فصيحين، يعني كانت لديهم لغه صعبه صعبه الفهم، يعني لدرجه ان في عصر الجاهليه كان اذا يعني الا بغيت تعاير انسان مع انسان كيتعايروا بالشعر، يعني كان الشعر يتميز بالقوه في اللغه. صعيب بالنسبه للانسان يعني الحديث يفهم يعني تلك اللغه المستعمله في القصائد. ثم كان الشعر يتميز بتعدد الاغراض. شنو هما الاغراض؟ هما الرتاء، الهجاء، عفوا الهجاء، الوصف، ثم المدح، ثم الغزل، ثم الفخر. يعني هادو مواضيع يتطرق اليها احياء النموذج. كان الشعر ديال احياء النموذج يتميز بتعدد الاغراض، بمعنى انه ما كانوش كيدوي على موضوع واحد، يعني كيدوي على بزاف ديال المواضيع. شنو هما هاد المواضيع اللي كيتطرق لها احياء عفوا القدماء؟ هي الرتاء. ما معنى الرتاء؟ هو ان الشاعر يكون حزينا، يعني اما البكاء على الميت او ان يعبر عن نفسيته الحزينه. ما معنى الهجاء؟ والهجاء يعني ما كيكونش بزاف عند التلاميذ ديال السنه الثانيه بكره في القصائد، انه يعني فيه السخريه وفيه الكلام القبيح. ثم الغزل هو يعني ذكر محاسن المراه، يعني التغزل حول المراه. الوصف يعني انني اصف شيئا ما، يعني اصف الماء منظرا جميلا، او اصف كانوا يصفون المعارك وكانوا يصفون الفرس والسيف وغيره من ذلك. ثم المدح يعني كانوا يمدحون السلاطين والملوك من خلال تبيان محاسنهم الاخلاقيه. ثم الفخر، ان الشاعر يفتخر بشجاعته، يفتخر باخلاقه وبادبه وبشعره الى غير ذلك. يعني هذو مميزات ديال الشعر العربي في مرحله الازدهار. اجيو معايا باش نشوفوا الشعر باش كيتميز في مرحله الظهر، باش نعرفوا علاش شنو هو النموذج الشعري اللي بغاو يحيوا لنا هاد الناس. اول حاجه الشعر يتميز الشعر في هذه المرحله بالزخرفه والتلاعب بالالفاظ. يعني كانوا يتلاعبون بالكلمات او ما يسمى بالمحسنات البديعيه والزخرفه اللفظيه. يعني كان الشعراء هنا يفتخرون فيما بينهم يعني عن طريق اللغه. يعني كل شاعر في المرحله هذه يعني اهتموا بتجاوزوا يعني هذه الاغراض، فكان همهم الوحيد هو التلاعب بالكلمات. يعني كل شاعر يحاول ان يعني كيحاول انه يبين رسوب لانه احسن من الاخر على مستوى اللغه. ثم موت معاني الشعر. يعني كانوا ماذا؟ كانوا كينظموا قصائد، لكن هذه القصائد كي دايره؟ يعني دون معنى، يعني كنقرا ولكن ما كنستافد والو نهائيا، يعني اصبح الشعر ميتا ودون معنى، يعني ما كيأدي حتى شي وظيفة، يعني أصبح شعر خالي من المعاني. كان هنا يحمل معاني قيمة، لكن في هذه المرحلة الشعر كان دون معنى. ثم انتشار أشعار التصوف والزهد. يعني كانوا كيهتموا بالتصوف، بالشعر التصوفي والزهد اكثر، يعني تجاوزوا هذه المضامين فاصبحوا يعني كيدوا على التصوف والزهد في الدنيا وفي الدين. لذلك جاء يعني احياء النموذج على مستوى الشعر فرفض هذه المرحله واراد احياء الشعر الذي كان معروفا في عصور الازدهار. لماذا؟ لأن كان يتميز باللغة، يعني كانت لغة قوية وصعبة، ثم كان يتميز بأغراض قديمة، يعني ذو معاني قيمة كالرتاء والهجاء والوصف والغزل والمدح، ثم أنه كان
ينظمون على عمود الشعر القائم على نظام الشطرين ووحدة الروي والقافية والوزن، بالإضافة إلى ظاهرة التصريع في البيت الأول. كان الشعر بالنسبة لإحياء شعراء إحياء النموذج، قالوا لك ما بغيناش هاد الشعر هذا. علاش؟ لأن كانت فيه الزخرفة اللفظية، ثم تلعب بالكلمات، لأن الألفاظ كانوا كيتلعبوا باش يبين كل شاعر أنه أحسن من الآخر في الكلمة. ثم الشعر بالنسبة عندهم يعني ما فيه حتى شي معنى، يعني كنقرا بحال كنقرا مكونات ديال بسكوي، يعني ما كنستافد حتى شي حاجة. حتى بسكوي راه كتستافد شحال من السكريات وشحال من حاجة، هنا الشعر ما كيدي والو. ثم انتشر أشعار ديال التصوف والزهد، فهاد الناس إحياء النموذج رفضوا الشعر الذي كان يسود في مرحلة الضعف يعني عصر الانحطاط، وأرادوا العودة إلى الشعر الذي كان معروفا في عصور الازدهار أنه كان شعرا جيدا وذو جودة وذو مكانة كبيرة عند العرب. إذن الإخوان، فاشتعرفنا على مراحل الحضارة العربية، وتعرفنا على الشعر باش كيتميز في ذيك المرحلة ديال الازدهار، وباش كيتميز في مرحلة الضعف. دابا غادي نمشيو باش ندويو على الطيار ديالنا إحياء النموذج. غادي تعرفوا اشمن سنه يعني امتى ظهر التيار الشعري الجديد في الادب العربي او المجتمع العربي، وغادي تعرفوا شنو هو الهدف ديالو، يعني شنو المبدا الذي جا به هذا التيار هذا. لكن عزيزي التلميذ، غادي نحبس لا فيديو ديالي هنا في هذه النقطه هذه، في انتظار الجزء الثاني والتتمه ديال احياء النموذج، باش بكا نسهل عليك الماموريه باش تفهم وتستوعب مزيان درس ديال إحياء النموذج. عزيزي التلميذ، ما تنساش إلى عجبك الفيديو ضغط على المتابعة والجرس وتعمل إعجاب وتبارطاجي الفيديو مع أصحابك باش يستفدوا توما. تحياتي لكم جميعا، وكنتمنى لكم التوفيق في البكالوريا. شكرا.